حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وقراءة القرآن في هذا الشهر الفضيل. حبينا نبقى مع حضراتكم في رمضان، ولقينا أن برنامج أزهار القرآن كان بفضل الله تعالى كان ليه متابعات في الأعوام الماضية، فحبينا نبقى مع حضراتكم بأزهار القرآن بس بشكل جديد جدا هيتناسب مع كل الأعمار. يعني البرنامج للشريحة الكبيرة من الأطفال لكن هيتناسب مع الكبار والصغار. هيبقى الأساس فيه إننا بنتكلم عن شرح تحفة الأطفال. هنختار صورة تتناسب مع الحكم اللي بنتكلم بيه في التحفة، وهيبقى معانا ضيف دائم في الحلقات، ومعانا أطفال جمال جدا جدا جدا. مش عايز أتكلم كتير وندخل نتعرف على ضيوفنا اللي مشرفينا في هذه الحلقة. ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ سامي شهاب، معلم القرآن والتجويد ونور البيان. أهلا بك شيخنا. الله يحفظك شيخنا، أهلا بحضرتك. ربنا يتقبل، أنا عارف أنت جاي من المنوفية. الله يكرمك شيخنا. ومعظم ضيوفنا من الأطفال كمان من المنوفية. وأنا سعيد إن تبقى معايا ضيف دائم في هذا البرنامج. الله ربنا يبارك في حضرتك. الله يرفع قدرك. طيب، نتعرف على ضيوفنا اللي معانا بقى من الأطفال الجمال اللي ما شاء الله منورين، بس عايز بس انا خايف لا يناموا مننا ولا حاجه. الجميله الاولى مريم احمد. ازيك يا مريم؟ ازيك عامله ايه؟ مش سامع صوتك. انت عامله ايه؟ كويسه؟ كويسه الحمد لله. ولا كويسه؟ كويسه ولا كويسه؟ الاثنين؟ ما شاء الله ما شاء الله. انت اسمك ايه بقى؟ مريم احمد محمود فايت. منين يا مريم؟ من كفر شبرا. كفر شبرا ده فين؟ فين؟ في مركز ايه؟ في الباجور؟ ضيفتنا الجميلة الأولى من الباجور، وكمان ضيفتنا الثانية اللي هي نتعرف عليها دلوقتي نور علي. ازيك يا نور؟ الله يسلمك. عاملة ايه؟ انت مكشرة ليه يا نور كده؟ الحمد لله. انت مش مبسوطة انك معانا ولا ايه؟ مبسوطة. انت زي العسل، وانا مبسوط بيكي جدا، ربنا يبارك فيكي يا نور. اسمك ايه بقى؟ نور ايه؟ نور الصباح علي عمر. نور الصباح، ده انا قلت نور بس. ما شاء الله، نور الصباح. جميل ما شاء الله عليك. منين يا نور؟ من كفر الجبرة مركز الباجور. ايه ده انتوا الاثنين مع انتوا اخوات ولا حاجه؟ ولابسين زي بعض كده متهيألي احمر وحاجه كده، يعني لون ده ايه؟ لون ايه الفستان ده؟ احمر. احمر برضو؟ الاثنين احمر؟ ما شاء الله ما شاء الله. طيب، يعني هنبتدي نتكلم عن تحفه الاطفال، وهنبتدي نتكلم عن الصوره، وطبعا فضل الشيخ سامي يعني متخصص في نور البيان وفي تعليم الأحكام التجويد، وليه دورات كثيرة جدا جدا في نور البيان وأحكام التجويد. هنستفيد من خبراته معانا في هذا اللقاء وفي اللقاءات القادمة بإذن الله تعالى. بس في البداية عايزين بقى الشيخ سامي كده في أول حلقة في رمضان تهنئة كده للمشاهدين الكرام سريعا. يعني نسأل الله عز وجل أن يديم علينا الخير وأن يرزقنا في هذا الشهر المبارك من الأعمال الصالحة ما يعني يرضيه به عنا جميعا، وأن يجعلنا جميعا يعني من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. آمين. اللهم آمين. ربنا يرفع قدرك شيخ سامي. الله يحفظك شيخ. احنا يعني هنخلي عنوان كل حلقة بالحكم التجويدي اللي هنتكلم فيه، على أساس أنه هيبقى الأساس في الحلقات. أول حلقة عن المقدمة والإظهار الإظهار الشفوي الحلقي، تمام؟ الإظهار الحلقي. يبقى أول حلقة معانا المقدمة والإظهار الحلقي من تحفة الأطفال. طب إيه رأيكم مشاهدينا الكرام نسمع الأول المقدمة؟ نسمعها مين؟ مين اللي هيقول المقدمة؟ مين هيقول المقدمة؟ نور ولا مريم؟ نرفع ديها من نور. ناخد نسمعها من نور. طيب؟ طيب يلا سمعينا المقدمة كده. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان وجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تاله، وبعد هذا المضمول المريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الجمال. طب خليها عن شيخنا المهي، ايه رأيك؟
عن شيخنا المهيز الكمالي، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. ما شاء الله عليكي، ما شاء الله عليكي، أنت جميلة جدا جدا يا نور. أرجع بقى لفضل الشيخ سامي. المقدمة طبعا الشيخ الجمزوري ربنا كتب لهذه المقدمة تحفة الأطفال، تمام، المقدمة والأحكام التي تلت المقدمة، ربنا كتب لها قبول في الأرض. ما افتكرش ان في طفل مش حافظ التحفه. نعم صحيح. وكمان الشيخ من عندكم ومن عندنا حكام منوفي. انا كمان منوفي يعني. منوفي ايوه. الشيخ من جمزور، عشان كده سمي بالجمزوري، تمام. نسبه الى جمزور، ودي قريه في قريبه من طنطا، قريه على حدود المنوفيه مع طنطا، صح كده؟ صحيح. تمام. عايزين يعني نعرف ايه معاني المقدمه كده من خلال كلام الشيخ. هي طبعا المقدمة بتركز على الأحكام اللي هي الأساسية اللي لا يستغنى عنها قارئ. تمام. لا سيما حتى الأطفال في البداية نجد إن الأحكام التجويدية اللي في تحفة الأطفال أيسر من غيرها. تمام. يعني لو قارنا مثلا بين الأحكام اللي في الجزرية، طبعا وبلا شك إن هي مكررة. لكن في الجزرية أسهل من حيث النظم ومن حيث تقريب الحكم التجويدي للطفل، حتى الاسم نفسه معبر يعني. يعني تحفة الأطفال. تحفة الأطفال. نعم. طب اسهل من المقدمه، المقدمه متهيألي يعني مستوى تاني او مرحله عمريه مختلفه شويه يعني. هو بلا شك ان فيها ابواب مش موجوده في التحفه. تمام. لكن ممكن نقول يعني هي ابواب الى حد ما محتاجه يعني لكن تركيز. لكن الشيخ ركز في التحفه تحديدا في الكلام عن الاحكام السائده او الكثيره في القران. تتكرر كثيرا يعني. نعم نعم. نعم. احنا معانا كمان فتحت الكتاب اليوم ان شاء الله. تمام. احنا يعني طبعا انا عايز اقول ان مريم معانا، هتكمل بقى معانا الفقره الثانيه، صح يا مريم؟ انت معانا؟ ها؟ انت حطيت انت نايمتي المايك؟ لا امسك المايك كده، صح صحيح. يعني احنا نور قالت لنا المقدمه، ولما نوصل للحكم الثاني اللي هو الحكم الاول من احكام التجويد هتقول لنا ايه مريم باذن الله تعالى. طيب شيخنا، ليه الشيخ قال أشار إلى بعض الأبواب فقط، لم يشر إلى كل الأبواب الموجودة في تحفة الأطفال؟ يعني زي ما قلت حركة القضية إن الطفل في البداية محتاج إيه؟ يعني حتى في تعريف أذكره عن العالم الرباني، قالوا هو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره. نعم. يعني الطفل لما نجد مثلا إنه أتقن أحكام النون السكينة والتنوين، تتكرر ما في صفحة تقريبا تخلو من حكم من هذه الأحكام. كذلك الميم الساكنة واللامات، المدود، فكثرة ورود هذه الأحكام في القرآن لعله كان ده دافع لي إن الشيخ ركز عليها رحمه الله تعالى. عليه رحمة الله. طيب جميل جدا إن الشيخ بدأ بالحمد. نعم. يقول رجي رحمة الغفوري دوما سليمان إنه هو الجمزوري، الحمد لله، وأن ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. ثم بعد ذلك تكلم عن بعض الأبواب اللي هتذكر بعد كده في الايه في تحفه الاطفال. طيب شيخنا، ليه اخترنا الفاتحه؟ يعني ليه اخترنا الفاتحه مع الاظهار اللي هو الحكم اللي جاي بعد كده والمقدمه؟ هو طبعا ورود يعني حكم الاظهار في الفاتحه هو في موضع واحد يعني. نعم. لكن اختيار الفاتحه كبدايه بالنسبه لي بصراحه كان مهم جدا، لسبب لو نظرنا للمعنى الاجمالي نجد ان الله جل جلاله جعل خلاصة الكتب السماوية بالكامل في الفاتحة. يعني خلاصة الكتب السماوية في أربعة، التوراة والإنجيل والقرآن والزبور. نعم. ثم خلاصة ما في هذه الكتب في القرآن، ثم نجد أن المعاني الإجمالية للقرآن في الفاتحة. جميل. لذلك تسمى القرآن الكريم. يعني نعرف يعني نسمع من أسماء. نسمع من مريم أسماء أو بعض أسماء الفاتحة. طيب يا مريم قولي لي إيه أسماء الفاتحة اللي أنت عارفاها؟ أنا مش سامع. ده لسه بتكلم. انت لسه بتكلمتيش صحيح. فاتحة الكتاب، ام الكتاب، اسماء المثاني، القران العظيم، الصلاة، الدعاء، الكنز، النور، الشافية، الكافية، الرقية. ده انا مش حافظ ده كله. ما شاء الله عليكي، انت جميلة جدا 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 جدا، ما شاء الله عليكي يا مريم. طب ونور عارفها برضو ولا؟ طبعا حافظ الاسماء. طب دي نور برضو نسمع منها. فاتحة الكتاب، أم الكتاب، السبع المثاني، القرآن العظيم، الشافية، الكافية، الرقية، الوافية. جميل جدا ما شاء الله. طب يا نور أنت عندك كام سنة؟ سبع سنين. أنت ستة ولا سبعة؟ السيرك على حل. ها؟
ستة ولا ستة ونص؟ لا سبعة. 7 سنوات. طيب عندك 7 سنوات حافظه قد ايه؟ حافظه جزء عام. جزء عام. بتروح المدرسه صح؟ وبتروح بعد كده الحضانه ولا ما بتروحش حضانه؟ لا ما بروحش. ايه ده وانت حافظه ده كله في المدرسه بفضل الله تعالى ان شاء الله؟ لا يعني حافظه جزء عام وحفظتي الاسماء الفاتحه وتعلمتي نور البيان في الحضانه ولا في المدرسه؟ يعني قبل ما تروح المدرسة يعني ده ما شاء الله يعني انت متأسسة يعني. جميل جدا. طب اديني بقى كده مريم عندي كام سنة يا مريم؟ 6 سنين. ما شاء الله. ايوه صوتك كده صح صح كده صح صح معايا. 6 سنوات. حافظة قد ايه؟ طب لحد فين؟ ولا ربنا يستير. حافظة الفاتحة طيب؟ ها؟ طب ايه رأيك نسمع الفاتحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. بس احنا اتفقنا عن نتفق على حاجه بقى، ان احنا ما ينفعش نقرا القران الا لما نستعيذ بالله. مش احنا اتعلمنا كده صحيح يا عم الشيخ سامي؟ صحيح نعم. لا يبدا بالقراءه الا بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صح كده؟ اذا قرات القران فاستعذ. النبي صلى الله عليه وسلم، رب العزه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. عايز بقى لسه عايز اسمعها يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. آمين. امين. دي بقى في الصلاه ولا بره الصلاه؟ فيها كلام الاهل. فيها كلام. نعم. يعني انا المفروض ان انا بقولها ورا الامام صح؟ شيخنا انا اذكر ان انا سالت احد المشايخ يعني ما شاء الله متخصص في الفقه. ها. فقال ذرني يومين. نعم. سيبني يومين. انا استغربت يعني المساله مش كبيره للدرجه. مش مستاهل يعني اقول لك ولا يعني. فبعد يومين قال لي لقد نقل النووي رحمه الله عليه الاجماع على استحباب قول امين بصفه عامه ويزداد هذا الاستحباب في الصلاه. يعني هي مستحبة خارج الصلاة. نعم. ويزداد الاستحباب ده في الصلاة. لكن لو مالناش امين في الصلاة ما فيش مشكلة. نعم. طب امين يعني ايه يا مريم؟ معنى كلمة امين؟ عارفة امين يعني ايه؟ ها؟ طب نور عارفة؟ ها؟ معناها ايه؟ يا رب استجب. الشيخ قالها. يعني ايه؟ يا رب ايه؟ استجب. استجب. اللهم استجب. صح؟ اللهم. طيب ناخد بقى معانا نور تقرأ الفاتحة صح كده؟ عشان سمعناها من مريم نسمعها من نور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. طب خليها غير ال... رأيك؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله بارك الله في من علمكما القرآن. ما شاء الله جمال جدا البنات يا شيخ سليمان. ربنا يحفظهم. ما شاء الله ربنا يبارك فيهم ويحفظهم. طيب نسمع بقى هنسمع المقدمة من مين؟ من نور. المقدمة من نور. نسمع بقى من مريم باب الإظهار. نعم. وبعدين نرجع للفاتحة تاني، احنا معانا برضو يعني هنروح ونيجي عشان نتكلم على الفاتحة، الفاتحة فيها كلام كتير قوي، صح يا مريم؟ طب مريم بقى نسمعها وهي بتقول ايه؟
باب الإظهار من تحفة الأطفال. يلا. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فهو استبين، فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق ست رتبت فلتعرفي، همز فهاء ثم عين حاء، مهملة ثم غين خاء. جميل جدا ما شاء الله. كنت اقول والثاني انا عشان احفظها يعني، كنت هكمل يعني. ما شاء الله عليكي، انت جميله جدا، وقالها كمان ايه بقى، باداء كمان صحيح وبتشكيل جميل جدا ومنضبط. طب انت عارفه معنى الكلام ده ايه؟ ولا نسال عمو الشيخ سامي؟ نسال عمو الشيخ سامي. إيه يعني الشيخ بيقول للنون ان تسكن وللتنوين اربع احكام فخذ التبيين. نعم، فخذ التبيين طبعا، ويقصد النون الساكنه. نعم، وطبعا تعرفها كما ذكر اهل العلم هي النون الساكنه هي الخاليه من الحركه. تمام، يعني لا فتح ولا كسر ولا يعني فاضيه. الثابته خطا ووقفا لفظا وصلا ووقفا. تمام تمام. تكون في الاسماء والافعال والحروف، تكون متوسطه وتاتي في اخر الكلمه اي متطرفه. طيب ما هو قال ايه؟ هذه النون تسكن وللتنوين. والتنوين ايضا. نعم، يبقى تعريف التنوين لكي حتى ايه ندرك لماذا قرن النون الساكنه بالتنوين. نعم، او العكس. التنوين هو عبارة عن نون ساكنة زائدة. نعم، تلحق آخر الأسماء. يعني التنوين والنون حاجة واحدة بالضبط. بس النون دي بتترسم والنون دي بيشار إليها بحركة فتحتين ضمتين كسرتين. تمام، عدة فروق يعني. نعم، فهو عبارة عن نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء. تمام، يعني مفيش تنوين في الأفعال ولا في الحروف. نعم تمام. لفظا ووصلا. نعم، وتفارقها يعني تفارق الأسماء. نعم، وقفا وخطا. تمام، يعني إذا وقفنا عليها مثلا كلمة صباحا واكتب نون. تمام، لكن تسمع فقط صباحا مثلا. تمام، مع الوصل يعني. نعم، طب ولو وقفنا يا صباحا بالضبط، يبقى النون عندي ما بتظهرش خالص. تمام. بالمناسبة قبل ما نسيب الجزئية دي، في البعض بيستشكل عليه ورود يعني فعلين في القرآن رسما في تنوين. نعم، زي ولا يكونا لنسفعا. اللي هم الموضعين في القران. تمام، طبعا دي بنسميها نون توكيد خفيفه شبيهه بالتنوين، عشان ما حدش يسمعنا دلوقتي يقول لك ايه ما ده فعل. بالضبط، ودي نون انت بتقول التنوين لا يلحق. حضرتك لسه قايل دلوقتي التنوين لا يلحق الا باخر الاسماء. الاسماء حتى الحروف زي مثلا اذا ايضا نون ساكنه شبيهه بالتنوين. تمام. نعم، فدول ثلاث كلمات في القران فيهم تنوين رسما. طبعا هو قال النون ان تسكن. طيب. نعم، مع السكون ترتبط الاحكام دي بالسكون. نعم، طب لو النون متحركه يبقى الاحكام دي خلاص بعيد عن خرجت إيه؟ خرجت الاحكام دي. طب جميل جدا. طب شيخنا احنا عايزين دلوقتي نعرف بقى الباب الاولاني. خلاص يا نون الساكنه ليها اربع احكام، ويبتدي بقى الشيخ يكلمنا عن الباب الاول اللي هو ايه؟ فالاول اظهاره. ايوه، قبل احرف. نعم. طبعا الاظهار هنا انا عايز قبل ما ابدا انبه على جزئيه بسيطه. ايه هي؟ كثير من معلمي القران او معلمات القران بينسب الاظهار للحروف اللي بعد النون او التنوين. نعم، يقول مثلا ايه حروف الاظهار سته. نعم، فالان الاظهار او الادغام او الاخفاء او الاقلاب كل ده منسوب للنون والتنوين. نعم، يبقى للنون ان تسكن وللتنوين اربعه احكام، يبقى الاحكام دي الاربعه مرتبطه بالنون والتنوين وليست بالاحرف اللي بعد النون او التنوين. يعني انا بس عشان اوصل يعني ايه كلام حضرتك بشكل ابسط شويه. اتفضل. انت ما شاء الله عليك يعني، ربنا يبارك فيك ويحفظك. يعني انت عايز تقول حضرتك ان انا ما اقولش ايه ان الهمزه من حروف الاظهار. بالضبط. لكن يعني اقول ايه؟ اقول النون الساكنه والتنوين يظهران عندما يلتقيا بالهمزه. تمام، لان كل الحروف اللي تاتي بعد اي حرف ساكن اذا كانت متحركه يعني كلها مظهره. تمام، فلو قلت مثلا حروف الادغام سته او حروف الاظهار سته او حروف مثلا الاخفاء 15. تمام، طيب ما كل الحروف دي اصلا طالما متحركه مظهره. تمام، يبقى الاصل ان الاحكام دي مرتبطه بالسكون. للنون ان تسكن وللتنوين اربع احكام، يبقى الاحكام دي مرتبطه بالايه؟ بالنون الساكنه وليست بالايه؟ بالحروف اللي بعدها. طيب هتقول حاجه ثانيه؟ اتفضل يا شيخ. الحروف بقى ايه الحروف؟ الحروف طبعا عندها النون للي دارس المخارج والصفات هي حروف الحلق. نعم تمام؟ كما ورد في النظم همز فهاء ثم تمام. عين حاء مهملتان يعني غير نقط. ثم غين خاء. يعني مهملتان يعني من غير نقط. من غير نقط. اللي هي العين والحاء. تمام. يبقى دي الحروف اللي احنا ايه؟ هنظهر عندها النون او التنوين. تمام. يعني حتى في التهجر طبعا نسمع امثله منهم ان شاء الله بعد قليل. هقول نون ساكنه مظهره قبل. نعم، وحدد الحرف. تمام، قبل الهاء قبل العين قبل الخاء ايا كان الحرف. جميل. طيب يبقى نرجع بقى، عايز ارجع بقى من ده ارجع للفاتحه.
نعم. احنا قلنا هنروح ونيجي، هنسيب الفاتحة ونرجع لها تاني، الفاتحة فيها كلام كتير جدا يعني. احنا عايزين قبل ما نخش على الحكم اللي هو موجود في الفاتحة، في حكم اليوم، واحنا هنتكلم على أمثلة أكثر من الفاتحة يعني، نخرج عن الفاتحة ونتكلم على أمثلة تانية، لكن عايز أعرف الفاتحة ليها معاني كثيرة جدا، كلماتها ليها معاني جميلة بلا شك. يمكن حتى سر اختيار الفاتحة يكفي إن اسمها الصلاة، يعني لا تصح الصلاة إلا بها. تمام. وحتى يمكن برضو في فقره ان شاء الله الاخطاء الشائعه في الفاتحه هنتكلم عليها، اللي هي يعني للاسف ممكن بعضها يغير المعنى. تمام. فالفاتحه لو خدناها من البدايه، تمام، من اول الحمد. تمام. الحمد لله، وطبعا بلا شك ان كلنا محتاجين نعرف الفرق بين الحمد والمدح والثناء والشكر، كل ده ممكن الكلمات دي تشترك في يعني ايه في معنى معين في قرب المعنى، وتبقى ايه لها خصوصيه. تمام. في مواضع اخرى، لكن لضيق الوقت في بعض الكلمات اللي هي فعلا محتاجه توضيح. لو قلت مثلا رب، الحمد لله رب. نعم. الرب هو الخالق الرازق المدبر، رب العالمين يعني رب جميع الخلائق. نعم. سبحانه وتعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، يعني كل ما سوى الله يسمى عالم. نعم. تمام. فالعالمين يعني جميع الخلائق، رب العالمين يعني خالقه. يعني ايه يا مريم؟ مش سامع. العالمين يعني ايه؟ جميع الخلائق. جميع الخلائق، خالقهم، رازقهم، مدبر امورهم سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. تمام. الرحمن الرحيم، طبعا اسمان يدلان على صفه الرحمه. نعم. لكن قال اهل العلم ان الرحمن يعني يدل على عموم الرحمه، رحمته عامه بجميع الخلق، هو يرحم الكافر والمؤمن كل الخلق والملحد نعم حتى العجموات وغير غير بني الانسان، ايضا الله عز وجل رحيم بكل خلقه. نعم. جل جلاله سبحانه. نعم. وتعالى. الرحيم خاصه بالمؤمنين. نعم. يبقى الرحمن الرحيم. تمام. يبقى رحمه عامه، ذو الرحمه العامه، واختص المؤمنين بمزيد من الرحمه. نعم. سبحانه وتعالى. صلى الله عليه منهم يا رب. الرحمن الرحيم مالك. هنا العلماء قالوا كمان يعني ورود الاسمان يعني هذين قبل الكلام عن يوم القيامه. قال هذا فيه بشرى للجميع. يعني الانسان يتخيل مشهد مشاهد يوم القيامه، وطبعا كلنا بنسمع عنها، فقد يصاب بالقلق والفزع والخوف. فتقدم الايه دي الرحمن الرحيم مالك يعني فيها اشاره ان هذا اليوم تغلب عليه الرحمه. مالك يوم الدين. جميل. يعني سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا اليوم، يوم الجزاء ويوم الحساب. جميل. طيب ايضا في لطيفه تذكر. طبعا عايز بس نشير بسرعه عشان احنا وقت الحلقه بسرعه كده اقترب من الانتهاء. انا عارف ان الكلام عن الفاتحه يعني محتاج، فعايزين نشير لاهم الكلمات او اهم معاني الكلمات في الفاتحه. يوم الدين، يوم الجزاء والحساب. تمام. لكن الجزئيه بس بصراحه هي فعلا مهمه. لماذا اختص الله عز وجل ذكر يوم الدين؟ هو مالك الدنيا والدين سبحانه وتعالى. نعم سبحانه وتعالى. قالوا ان هذا اليوم لا سبيل فيه لانكار ان الله هو الملك والمالك. نعم سبحانه. المالك قد يملك ولا يحكم. والملك قد يحكم ولا يملك، فالله عز وجل يحكم ويملك. هو مالك وملك. في قراءة مالك ومالك ومالك اللي هي نعم في هذا اليوم لا سبيل لإنكار هذه الحقائق. نعم. طيب مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. أسلوب حصر القصر، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. نعم. كما في الحديث إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين. فاستعين بالله. تمام. طيب اهدنا الصراط المستقيم. الصراط اللي هو الطريق ده. نعم. في اللغه. طيب وفي التفسير الاسلام، ثبتنا على الاسلام يا رب الله، وعرفنا كل شرائع الاسلام. جميل. اهدنا الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. صراط الذين، صراط الذين، طبعا وده وصف بقى عام يعني لتوضيح الامر. صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نسال الله عز وجل ان يحشرنا معهم. امين يا رب. اللهم امين. آمين. غير المغضوب عليهم. وهم من يا مريم؟ من المغضوب عليهم؟ مريم نامت مننا. طيب ونور شكلها كمان هتنام هي كمان. احنا عايزين نصحصح. الذين عرفوا الحق. انتوا مركزين معانا؟ عارفين الكلام ده؟ يعني انتوا ممكن نسمع الفاتحه نسمعها بشكل مختلف؟ عايز تقول يا نور؟ قول يا نور، قول يا نور. الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به. ده مين؟ طيب. دول مين دول؟ الضالين. المغضوب عليهم. عليهم بقى عليه. يعني هم عرفوا الحق ومش عايزين يشتغلوا يعملوا بيه، صح كده؟ تمام. طيب والضالين الذين ضلوا الطريق، الذين
لم يهتدوا وضلوا الطريق. يعني ضلوا عن طريق الايه؟ عن طريق الحق ولم يسمعوا الايه؟ انسان جاهل لمن يرشدهم الى الحق يعني. تمام. اما المغضوب عليهم عندهم علم. نعم. لم يعملوا به. نعم. نعم. طيب عايزين بقى ايه عشان الحلقه خلاص يعني اقتربت جدا جدا من النهايه وانا ما كنتش حابب ده بصراحه بس هو ضحك يعني وقت الحلقه بتاعتنا. انا عايز بقى نتكلم عن معنى هجاء كلمه. نعم. عشان نعرف كيفيه الهجاء للمشاهدين الكرام. تمام. ومعانا خطا او خطئين من الاخطاء الشائعه جدا في الفاتحه والبقعه فيها. انا عارف الفاتحه انا قبل كده اتكلمت فيها يجي 4 ساعات عن اخطاء شائعه. فعايزين خطئين وعايزين هجاء كلمه. طب نبدا بالهجاء مع مريم. طيب. الاول سوره الفاتحه. سوره الفاتحه ممكن نستخرج منها كده حكم الاظهار الحلقي. خد يا مريم من نور. حكم الاظهار الحلقي اي كلمه اللي هو الحكم اللي معانا. ايه الكلمه؟ ايه الكلمه؟ احسنتي. انعمت. احسنتي. فيها الاظهار الحلقي والشفوي الاثنين. جدا جدا. تمام. يبقى النون هنا ايه؟ نون مظهره صح كده؟ عشان يجي بعديها حرف الايه؟ عين. العين. والعين من الحروف ايه اللي انت قلتيها في التحفه؟ في 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 المقدمه. في الاظهار. في الاظهار اللي هو ايه بقى؟ ها؟ همزون فهاء ثم عين. ايوه كده جميل. جت النون وبعديها عين. طب شكلها في المصحف ايه؟ هنلاقيها في المصحف عليها راس حق صغيره كده صح كده؟ يبقى اول ما الاقي راس الحق ديت على نون يبقى اعرف ايه على طول يا مريم؟ اعرف ان دي ايه؟ ان في عندي إيه؟ عندي هنا اظهار. جه بعديها حرف من 6 يا همزه يا هاء يا عين يا حاء يا غين يا ايه؟ يا جميل جدا. تمام؟ طيب لو التنوين بقى نعرفه ازاي؟ شيخ سامي يقول لنا بقى. طبعا التنوين مريم ممكن تقول لنا؟ يعني التنوين في الاظهار بنلاقي ايه؟ لو فتحتين في ايه؟ تساوي صح كده؟ طب ولو تنوين بالكسر برضه في تساوي يعني الفتحتين عند بعض بالضبط صح كده؟ ده جميل. ولو بالضم ولو بالضم ضمه كده والثانيه مقلوبه فوق كده صح؟ ضمه عليها قوس كده من فوق صح كده؟ ولا بتسموها انتوا ضمه وضمه مقلوبه؟ ماشي مش هتفهم. المهم ان ليها شكل في المصحف فيها ضمه كده وعليها ايه؟ هاله كده من فوق صح كده؟ جميل جدا ما شاء الله عليهم. تهجي بقى الكلمه. كلمه انعمت. ايه نون ساكنة مظهرة قبل العين مفتوحة. أنعى نون ساكنة مظهرة. أنعمت. أحسنت. جميل جدا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب ما احنا عايزين برضو نور تاخد هجاء كلمة. نفس الكلمة أنعمت ولا عايز تقولي حاجة تانية؟ أنعمت. طيب قوليها. نون ساكنة قبل العين المفتوحة. وهرب الهمزة. مش عندنا الأول همزة صح كده؟ نون ساكنة قبل العين المفتوحة. ميم مظهرة. أنعمت. جميل جدا جدا. أنا عاجبني أول فكرتين اللي أنت حطاهم دول يعني ماشيين مع الفستان جميل جدا جميل جدا يعني. وأنت كمان عاجبني السوره اللي انت لابساها دي برضه ماشيه مع الفستان ما شاء الله مطقمين يعني ما شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك فيكم. نسمع بقى الاخطاء الشائعه دي بقى يعني لو اتكلمنا فيها شيخ سامي بلا شك حدث ولا حرج. نعم. فعايزين بقى كده ايه يعني خطئين او ثلاثه كده نتكلم فيهم يعني البدايه خالص في معظم نهايه الايات كثير من الناس بيحذف الحرف الاخير لا سيما مثلا لو حرف من حروف التوسط وده سياتي فيما بعد. يعني مثلا ممكن نسمع من يقرا بسم الله الرحمن الرحيم فين الميم؟ مش واضحه. البعض رحيم. البعض يقع في خطا تاني يجي يوضحها بس يجيب قلقله يقول الرحيم. انت عارف دي لهجه من الهجات موجوده في مصر هنا في بعض المحافظات. نعم. يقول لك ايه؟ يا اشر يا محمد يا حاسن. الحرف الاخير. ايوه احسن الحرف الاخير. نعم. فممكن ده مننا برضه في القراءه. بيكسل يعني. طب اخر خطا بسرعه عشان الحلقه انتهت. طيب تمام. ايضا الخطا اللي بصراحه فعلا ينبغي انه يعني ايه كلمة الدين البعض يجيب همس في الدال فيحولها تاء يقول مالك يوم التين. والتين غير الدين خالص يا نهار ابيض. بخلاف طبعا اللي ممكن يقول انعمته. نعم انعمته دي بقى خلاص يبقى غير المعنى خالص. انعمته اللي هو المنعم مش تمام. مش رب العزة. يعني الحلقة جميلة جدا وانا كنت مستمتع بيها جدا. طيب وان شاء الله بداية طيبة لشرح تحفة الاطفال والكلام على الاخطاء الشائعة في بعض صور القرآن بنعرف بيها مشاهدينا الكرام. في نهاية الحلقة بشكر ضيفي في الاستوديو اللي شرفني في هذه الحلقه وشرفني باذن الله تعالى في الحلقه القادمه فضيله الشيخ سامي شهاب بارك الله فيك وربنا يحفظك ويبارك فيك وينفع بك. الله بشكر بقى الضيفه الجميله اللي عماله تلعب مريم عماله تلعب في السويره مريم
احمد بارك الله فيك يا مريم وربنا يحفظك يا مريم. قولي امين. امين حتى كده ما شاء الله عليك. وبشكر نور علي بارك الله فيك يا نور ونورتيني. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. باذن الله تعالى كده الحلقه خلصت. ان شاء الله الحلقه القادمه هنستكمل بترتيب التحفه باذن الله تعالى الابيات. انتظرونا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري القرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري.